السلام عليكم. التأمينات الاجتماعية خلال الأيام الحالية قاعدة تسوي تسوية بالأقساط للعاملين بالقطاع الخاص على الباب الثالث والخامس. شنو اللي قاعد تسوي حق شنو تسوي تسوية بالأقساط؟ كورونا تم تأجيل أقساط التأمينات 6 شهور، يعني اللي قصده تقريبا 270-280 على 6 شهور تقريبا يعني 1800 دينار. عاد شوف على كم يقصدون، هم تقريبا على 24 شهر، يعني تقريبا القصد 100 دينار. زين، اللي قاعد اللي عنده مثلا اطفال وهذا يمشي له تقريبا 1000 دينار، وعنده قصد شهري اللي هو قصد البيت حق البنك الائتمان تقريبا يصفى له 1000 دينار، و300 دينار او تقريبا 270 قصد التأمينات تقريبا 700 دينار، وقصد التأمينات الجديد تقريبا راح يبقى له 600 دينار. هذا غير مصاريفه وغير بنزينه وغير الخدم وغير. يعني انا والله العظيم والله شيء مستغرب، يعني الان الحكومه يفترض انها تدعم العاملين على الباب الخامس والثالث، راحت سوت 1 مليار دينار بإجازات حق العاملين في الجهات الحكومية، وبعدين شنو سوت؟ من زمان هذا الحكومة تتحمل نصف قصد التأمينات للعاملين في الجهات الحكومية، احنا لا، بالباب الخامس والثالث الحكومة احنا ندفع كامل قصد التأمينات. يفترض العكس، يفترض ان الحكومة تدفع لنا اللي باب على الباب الخامس والثالث تدفع كامل قصد التأمينات. ليش؟ عشان تجذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص. الحكومة لا، قاعد تسوي العكس. الان بعد كورونا يعني كثير من الشباب خسروا في مشاريعهم وراحوا انتقلوا الى العمل بالقطاع الحكومي، صارت هجرة من القطاع الخاص للقطاع الحكومي. احنا للأسف في القطاع الخاص ليس لنا اي امتيازات، لا عندنا بيع اجازات وندفع كامل قصد التأمينات، ولا ايضا عندنا اعمال ممتازة او غيره، ولا عمل اضافي ولا غيره. صراحة اللي على الباب الخامس والثالث مظلومين من الحكومة.